حيث شاهدت والمتعة والإثارة مع حضور هذه الشعارات وهذه الأسماء الغادمة من دول مجلس التعاون الخليجي الكبير. حيث مهرجان المرموم في عام 2016 يحتضن هذه المنافسات الغوية في هذا اليوم الجميل. هكذا نشاهد هذه أيضا نشاهد هذه التحديات مع سن لقاية من مسافة 5 كيلومترات. ينطلق على بركة الله شوطنا 18 الذي أيضا معبر عن منافسة الإبكار. اللقاية المهجنات الأصايل يعبر عن منافسة شوط الختام، وسيارة فاخرة بانتظار واحدا من هذه الأسماء المنطلقة الباحثة عن ناموس هذا الشوط. نسير بمشاهدينا الأعزاء إلى مقدمة هذا الشوط ونتابع الصدارة والمركز الأول. شمس على الصدارة، صبيح بن سالم بن نعوف الغيلاني هو من يحتل المقدمة والمركز الأول القادم من السلطنة بوجه التحديد من المنطقة الشرقية ولاية جعلان. هو من يتقدم على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما يليها في المركز الثاني اللي تتقدم الذيبة ناصر بن غانم بن علي بن حموده الظاهري واصلا هذا الشعار الاقتصادي. من يأتي ويشارك في هذا المهرجان السنوي الكبير الباحث عن النقطة المتميزة في هذا المهرجان، بينما المركز الثالث وتابع الغادمة في هذه اللحظة معالي بشعار راشد بن محمد بن راشد بن قدير الاكتبي واصل في هذه الانطلاقة الجميلة مع المركز الثالث، بينما أتابع المركز الرابع رابع المراكز اللي قادمة من الجانب الآخر شعار المسند أحد خاطفي الرموز في هذا المساء في هذا المساء المتميز والجميل اللي تتدخل من الجانب الآخر في هذه اللحظات اللي وصلت لي هي لجاجة قادمة لعبد الله أو لعلي بن عبد الله المسرد. هو من يأتي ويحتل المركز الرابع، بينما انتقل إلى المركز الخامس خامس المراكز أوزان لمحمد بن علي بن دري المنصوري يحتل المركز الخامس، بينما انتقل إلى المركز السادس سادس المراكز القادمة والمتدخلة بكل قوة أوصلت سيوف أحمد بن محمد بن راشد الخيال التريجي يحتل المركز السادس، بينما المركز السابع القادمة هناك ديرة يا ديرة هذه هي ديرة القادمة من زاخر ليقدمها أحد أبطال زاخر ليتقدم في هذه اللحظة صالح بن مسلم بن ترشوم العامري ينطلق على المركز السابع. المركز الثامن هذه اللي وصلت أيضا ثمود لهادب بن حزمي بن قناص العامري يحتل المركز الثامن. المركز التاسع الغدوم بدأ والإثارة مع مثيرة صالح بن محمد بن عقيل المري. والمركز العاشر اللي وصلت على المركز العاشر هذه هي فلك لحمد بن سيف بن لاحج الهاجري. هذه هي العشر المراكز الأولى ذحناها لمسامعكم مشاهدينا الأعزاء عبر من يتابعنا عبر القنوات الناقلة لهذا المهرجان السنوي الكبير. لكن السيارة الفاخرة والنقطة الثمينة في مهرجان المرموم لعام 2016 أعود إلى الصدارة، أعود إلى المركز الأول، إلى الريادة، إلى شمس على الصدارة. مرحبا
المركز الأول اللي تتواجد في هذه اللحظات وتتقدم المشاركات شعار بن دري بن دري المنصوري ولكن باللاحج غير باللاحج مع الصدارة الأولى مع المركز الأول ليقدم لنا فلك عمر بن متر باللاحج الهاجري. نعم اللي غير مع فلك على الصدارة والشاب الواعد. نعم ها هو على الصدارة عمر بن متر باللاحج الهاجري باحثا عن الفوز، ولكن بندري يعلن هذا التحدي، يعلن هذا الانطلاق مع انطلاقة اللي هي أوزان محمد بن علي بندري المنصوري. معركة ثنائية. الله يا فلك والشاب الواعد عمر بن متر باللاحج الهاجري. المعركة الثنائية. السيارة تحتار ما بين اهالي دبي ام اهالي الخزنة ام الى اهالي ند الشبة. السيارة مع فلك مع السيارة. سلام يا ند الشبة، تهانينا لعمر بن متر باللاحج الهاجري على فوز فلك وانتزاعها لناموسي. هذا الشوط المركز الثاني اللي اتت فيه اوزان لمحمد بن علي بن دري المنصوري، والمركز الثالث اللي احتلته اللي هي مزنه لعمير بن جمعه بن عمير بن سعيد، والمركز الرابع عطنا المركز الرابع اللي احتلته غيارة بشعار أحمد بن الشيبة بن صالح المزروعي، والمركز الخامس اللي احتلته متابعينا الافاضل اللي هي سمح محمد بن حمد بن علي البريس المري. نعود مع التوقيت الزمني متابعينا الافاضل، ها هو ايضا لحظة وصول فلك 7:31 تهانينا والناموس الى عمر بن متر باللاحج الهاجري. ومشكور يا الهاشمي اسلوم الهاشمي على هذا الفوز اللي قدمته فلك للمركز الثاني. اتت اوزان قطع مسافة السباق في زمن وقدره في 7:31 وجزئين من الثانية. تهانينا لمحمد بن علي بن دري المنصوري. بينما المركز الثالث اللي احتلته اللي هي مزنة قاطعة مسافة السباق في زمن وقدرة في 7:33 وتسعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس إلى مالك عمير بن جمعة بن عمير بن سعيد. هكذا هي النتيجة للثلاث المراكز الأولى، فتهانينا والناموس للجميع.